ومهما كان ليلك طويل كل حاجة بتعدي مهما كان حملك تقيل. في أي حتة هتروحوها في مصر أكيد هتتعزم على كوباية شاي، ومن هنا جت فكرة تي فور هيومانيتي مع نورشاك على كايروسين. هنقعد مع فنانين عندهم رسالة حقيقية عايزين يوصلوها لنا عن الإنسانية والبيئة. النهاردة معانا اللي بيغني لصوت الحرية، أمير عيد. شكرا. هدخل لك بقى في أكتر سؤال أنا بحبه، لو هتخترع وزارة جديدة هتكون إيه ومين شخص مشهور هتعينه ليه؟ معرفش، ممكن أو حاجة غريبة، بس ممكن أعين وزارة للغة العربية. بحس إن إحنا عندناش ترمينولوجيز إن إحنا نتعامل مع بعض كبشر anymore، يعني ساعات بيبقى في كلام عايزين نقوله مش بنعرف نقوله. طب لو هتختار واحدة من دول تعين لها وزير؟ مشهور، حد مشهور. أغلب الناس المشهورة مش cultivated قوي يعني. لو أنت كبني آدم هتبقى كائن تاني تختار تبقى إيه؟ ممكن أبقى بولف. تطلع بقى في الفول مون وكده؟ مش عشان كده، عشان هما بيبقوا باك وفاميلي، بيحبوا بعض، لويل لبعض. طب تحب تعيش للأبد؟ لا، عندي بقى حاجات ندمانة عليها في حياتي وترومز اللي بتيجي لأي حد وهو صغير. كفاية لو عشت للأبد هيبقوا كتروا قوي، فهبقى مش هحافظ على السانيتي بتاعتي. طب تفتكر البشرية ليها مستقبل على كوكب برا الأرض؟ أعتقد لو حصل كده يبقى الناس الأغنياء اللي هتروح فوق الأول، يبقى زي الكومباوندز والحاجات دي بس فوق بقى كده، والناس قاعدة تحت هنا بقى بناكل في بعض. طب ايه حاجة كنت نفسك تتعلمها وانت في المدرسة عن الحياة؟ حاجة غريبة اوي، الحب. ما تعلمتش ان انا موضوع الحب في المدرسة، الناس تحب بعض ازاي يعني كده. كان مدرسة شبه السجن كده شوية، لازم تثبت نفسك في المدرسة. تفتكر حتة الحب دي مع الولاد اكتر من البنات ولا كله؟ اعتقد الولاد اكتر، يعني الولاد لما بتيجي تعبر عن مشاعرك كأن دي حاجة غلط. طب لو عندك مصباح سحري ممكن يحل مشكلة واحدة انسانية او بيئية تختار ايه؟ السوشيال ميديا والحاجات اللي هي بتخليها يعني الناس بقت شبه بعض في العالم كله. كنت ممكن تلاقي أذواق مختلفة، يعني ممكن تلاقي بوب مارلي مثلا في جامايكا ما شافش بوب ديلان مثلا اللي عايش في أمريكا، ما شافش مثلا بيتلز اللي عايشين في إنجلترا. فكان في حد هنا أوريجينال قوي وهنا 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 وهنا. الموضوع ده اتلغى دلوقتي، بس مش أنا بقولك سكيل الموسيقى، بس هو في كل حاجة. طيب إيه أفلام اتفرجت عليهم أثروا عليك بطريقة إيجابية؟ اتفرج على فيلم ده بيانيست، بحب المزيكا بتاعته وكده. فهو عنده مصيبه 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 وانا عندي مشاكل في الحياه اقل بكتير، فبقى قاعد مبسوط ان انا مش في المكان ده. غني اغنيه بتعبر بالنسبه لك عن حال الانسانيه دلوقتي. ومهما كان ليلك طويل كل حاجه بتعدي مهما كان حملك تقيل، كل حاجه بتعدي لو عينك غفلت، كل حاجة بتعدي لو الدنيا قفلت، كل حاجة بتعدي. شكراً.